النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإحسان إلى الجار وليس ضربه أو بطحه يا أخت كوريا. دي روسية مولانا مش حوار يعني. فيها إيه؟ وإن الإحسان إلى الجار ليس بالتعرض لفتاة في ليلة بهيجة أمام من يسوى ومن لا يسوى يا أخ سلومة. أنا ما تعرضتلهاش يا مولانا. أنا فيش بيني وبينها حاجة غير حوار البيت والفلوس اللي أم تلاقي لها إلا الله عارفاه. أنا ما قلتلها هي وأمها قبل ما تتسجن يا بنت الناس ادفع حصتك في تنكيس أم البيت اللي هيقع على دماغة أم اللي خلفه أمنا ولا حياة لمن تنادي وفي الآخر هي تصرف على المحل. انت بتتكلم معاها ليه بقى يا عم الأمور؟ انت بصفتك ايه؟ هي مش مخطوبة لشحط قدامك؟ ما تيجي تتكلم معايا ولا انت ما بتتكشفش على الرجالة؟ وبعدين لا تغضب لا تغضب يا اخي سلومة. انت شايفه يا معلم بيقول ايه؟ ما هو ابراهيم كبدكي عنده حق برضه. ما انا لو ليا خطيبه وماشيه في الشارع وجه واحد طور بغل اتعرض لها، لا والله العظيم ده انا اكون واكلاه بسناني. ده همك بس شبان اليومين دول هم اللي خرعيني يا خويا، زي الواد ابني ده ما وراهوش غير الرقص والطبلت والنار. عيالنا رقيق يعني. هو شرحوا لك وعلقوا لك على باب المحل يا موسوكا عشان ابقى جدع؟ ايوه المفروض. طب يلا يلا يا جماعه يا جماعه اهدوا اهدوا يا موسوكا، كوني محضر خير. فليأكل خيرا او ليصمت. فليأكل خيرا او ليه ليصمت. يا عم الشيخ يا عم الشيخ، ده انا وليه غلبانه ومن كسره وعايشه لوحدي مع خالتي اللي عندها لطف عقبال اللي يستاهله، ولسه خارجه يعني من زنقه وبحاول اقف على رجلي. اعمل ايه يعني؟ اضرب الارض طلع 10000 جنيه ولا يعني ازيب لكم شعري واحط احمر واخضر واشتغل قصب؟ اشتغل قصب مش عاوز بلا يا اخت كوريا. اهزي يعني يا مولانا؟ اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. ومن يرضى لاختي؟ من يرضى لشريفه من شرفاء المنطقه؟ قم يا اخ سلومه، قم ولا تتكبر على الله وحب فوق راس جارتك كوريا. احب على راسها ايه يا عم الشيخ؟ انت عايز تتعلم عليا؟ انا راجل كسار ملوي هدومي وفي الاخر احب على راسها كان يكسر راسها واللي شددوا لك كمان. هذا حكمي، هذا حكم الذي يشبه القضاء في اهلي ولا رد فيه، اما تنفذ واما قسما برافع السماوات بلا عمل. هنشك خطبه جمعه لا تجد كلبا يشتري منك لحم من لحم الحمير تبيعه. جرى ايه يا جزار البهايم انت؟ انت مش عاوز تكبر للراجل المحترم اللي الدنيا كلها بتكبر له، ولا انت عاوز الشيطان يغلوش على دماغك زي ما غلوش على دماغ مراتك البت نوال اللي تنشك بزورها؟ وكتاب الله لو ما كنت بتقوم تحب على دماغ البت الغلبانه اللي قاعده ده ايه لكون مشرده لك في الحته كلها يا سلومة. ايه رايك بقى؟ احب راسها. ايه راسها؟ بصها من بعيد ما تلمسهاش. السلام عليكم. ازيك يا باشا؟ ازيك يا كوريا؟ انا جايب البضاعه بنفسي. ربنا يخليك يا باشا. تسلم تسلم يا باشا تسلم. ايوه تمام يا باشا. بقول لك يا باشا ما تنزل لنا في الفلوس بقى شويه والنبي. وانت بتدفعي يا كوريا ليه كده يا باشا؟ انت نسيت الاتفاق اللي بينا ولا ايه؟ ده انت اجدع حاجه فيك موضوع الشوكوك ده. وبعدين يا باشا ده انا عامله لك صيت في الحاره رهيب، ده كل النسوان الحاره عارفينك. ده انا معلقه صورتك هنا في المحل حتى. بص اهي مفيش وليه بتخش هنا وما بقولهاش ده صاحب الكريمات. خلاص يا كوريا بيعي ونتحاسب بعدين. ماشي يا باشا ربنا يخليك. السلام عليكم. السلام عليكم. معلش يا مدام ما كانش قصدي. مدام ايه ومش مدام ايه؟ مش تفتحي معلش. اوعى بنت يا شيماء انت هتطفش لنا الزباين واحنا لسه بنقول يا هادي. معلش يا اختي اصلها لسه جديد، انا اغسله لك بنفسي. اوعى بنت. ايه يا اختي ده؟ انت بتحط على شعرك غيره وانت بتسرحي؟ بقاله كام سنه ما اتغسلش ده؟ بالراحه يا كوريا على شعري هيتقطع في ايدك. يوه ملبك اعمل ايه طيب؟ بتصرخي ليه دلوقت وانا جيت ناحيه عينك؟ ما هو اللي مشبك في بعضه زي سلكه المواعيد. معلش اهو سلك اهو خلاص سلك. تعالي بقى يا بنت هشيم وكملي، بس ما تجيش بقى ناحيه عينيه، عايزاها تخرج من هنا نضارها 6 على 6. ها حاضر يا اسطى. يلا بصي بقى اختي، ان شعرك شكله مهري من المكوه، لو كونات هيشيط هيشطط كده وطرفه هتقف وتبقى عامله زي اللي حاطه صباعها في الكوبس الكهربي. اعمله لك بلا ما تنزحي يا اختي وانت عماله تترقصي لنا كده. اللي هي تنزحي من الدنيا انت والعجل بتاعك يا بعيد.
جات كل قرف. جاتك انتي 60 قرف يا مسمى تبري منك يا مسترجله يا رد السجون. مش كفايه خالتك المجنونه اللي عماله تنوح لنا ليل ونهار وانتي حبسها وسايباها عشان تشتري كروم؟ الله خلاص هتموتي على الم... ايه ده يا بنت المجنونه؟ لم لسانك الزفر ده بدل ما اقطعهولك. مالك؟ عاوز امسح السلم من الوساخ ليكي شوف حاجه؟ جاتك القرف يا عيلة كلها مجانين، الواحد يتعامل معاكوا ليه؟ عيلة خلل. الصورة اللي الواد سوكا صورها لك وسلومة بيبوس راسك قلب الدنيا مترشقة على كل موبايلات المنطقة. وانت مبسوطة كبدتي وصورة خطيبتك على موبايلات الشباب؟ موبايلات؟ انت قلتي موبايلات؟ وربنا انت قلتي موبايلات؟ ايه؟ اسمها موبايلات يا هبلة، ويعني لا مؤاخذة صورة بالمايو ده صورة محترمة وانت مهزقة أدخن شنب في المنطقة. إيه انت هتتنطط عليا بعلمك يا اخويا ولا ايه؟ ده انا دبلون صناعة قسم زغرفة يا تلميذ، وانت بقالك 100 سنة في سنة تالتة مش عارف تعديها، بتاع عايزينها تبقى خاطر. هو يعني اللي اتخرجوا عملوا ايه لا مؤاخذة؟ ها؟ عملوا ايه؟ أنا عارفة بقى. يا هيما ما انا قلت لك 100 مرة نشوف لك أي واسطة نغمزها بباكوين، يديك حتة أرض استصلاح في أيها صحراء، ونفك بقى من أم الحارة المعفنة اللي احنا عايشين فيها دي. خليكي أنت في جو الصحراء والزراعة والطينة اللي أنت عايشة فيها دي. يا كوريا أنا ما اتعلمتش في الكلية غير حاجة واحدة بس، إن أنا زي الزرعة، لو خرجت من منطقتي لازم تسقيني بالفلوس يا إما هدبل وأموت. يو بعد الشر عليك يا هيما ما تقولش كده تاني. أنا ليه مين خرج في الدنيا يا راجل؟ ده أنت أخويا وأبويا وسندي وضهري في الدنيا كلها. ايه يا بنت الحنيه دي؟ يو ما تكسفنيش بقى كداك يا خلاص. لا والنبي ايه الحنيه دي؟ يو بس يا راجل بقى اتلا يا لهوي. في ايه يا بنت؟ خلاص في انا خطيبك انت هبله يا بنت السلطان. حني على الغلبان الميه في ايديكي وسندس عطشان. يا سلام يا ما نفسي اشرب ميه زمزم. يا حبيبتي ربنا يكتبها لك يا خالتي. يا رب يا اختي. ابوك الله يرحمه كان جابها لي في جيركن كده وكانت ايه تقولي سكر. يا لهوي انت يا لسه فاكره خالتي؟ ده انا كنت صغيره قوي. ودي تتنسي ميه زمزم يا بنتي؟ على قولي كنا بخالتي حلاوه. ايه في ايه؟ عربية نقل كبيرة محملة زلط ولا ايه؟ ما تفهم عدت في الحارة. ايوه لسه شايفها دلوقتي. الله يخرب بيوتهم، هزوا البيت هزة جامدة، ابو الواد الحرام قال له زلزال، خلوا الولية نزلت جريت مش عارفة في الشارع، بقالي ساعتين بدور عليها مش لاقياها، قلبت عليها المنطقة حتة حتة. خلاص استهدي بالله انا هقلب لك عليها الدنيا، تعالي يلا تعال تعالى سوكا. خدوني معاكم. يا ولاد الحرام ست كبيرة ازاي؟ لابسة جلابية سودا وحافية اسمها الحاجة سندس، مريضة عقليا. اللي لاقيها يوديها للاخت كوريا في حارة الكرامة والاجر والثواب عند الله. يا ولاد الحلال ست تايه بقى لنا يجي 3 ساعات ندور عليها، ده احنا لابسين الحرج 10 مرات. انا حاسه ان انا مش هلاقيها، ده هم ايه ده بس اللي حط على دماغي يا رب؟ تلاقيش يا كوريا، يعني هي تعرف حاجه بره المنطقه هنلاقيها؟ يعني هي بتعرف جوه المنطقه ما تعرف بالله يا هيما. معلش هنلاقيها ان شاء الله، احنا طالق وراها العيال كلها من دي. قلت لك يا خال، قلت لك ما تشيلنيش فوق همي، كنت كنت عايز تخلص وخلاص. وحبيا واسمها الحاجه سندس مريضه عقليا اللي لاقيها. يوه وده وقته يا هيما. يا بنت بواسيكي في ايه؟ في حاره الكرامه. اشوف اتصل ولا لسه؟ اجر والثواب عند الله. قول قول بدل ما انت ساكت كده. اقول ايه بس؟ قلبي وجعني عليها. كنت زعلانه يا خالتي اني بحبسك في البيت. اديني سبت لك الباب مفتوح. شفتي عملت فيا وفي نفسك ايه؟ هوني عليك يا اخت كوريا. ربما تكون تاهت منك. مش عارفه تراعيها. هتأنبها ولا ايه؟ استغفر الله يا اخ ابراهيم، ولكنها ما زالت تعيش فوق ارض وتحت سماء خالقها اللي بيرعاها وبيرعاكي، مش هتتوه منه؟ لا ارض الله واسعه يا شيخ، ممكن تتوه عادي. يا زبطي خلاص اهدي يا كوريا، اهدي ما تقلقيش، انا مش عايزك تقلقي، انا طالق وراها كل العيال من كل المناطق اللي حوالينا ان شاء الله هيلاقوها. ايه كوريا انا جات لي فكرايه، انت تديني صوره خالتك والتليفون بتاعك وصورهم 500 صوره ورزقهم على كل الاتوبيسات والمحلات، واللي لاقيها نبقى راضيين. هتحط رقم التليفون على الاتوبيسات؟ ايه اللي سمعته ده يا كوريا؟ معقوله الست الكبيره تضيع منك قد ايه؟ الامانه اللي انا شايلها في رقبتك انا امك، اتهمليها قد ايه يا بنت الناس؟ بقول لك ايه خير؟
فكك متجوز ابي الجبل ده دلوقتي خالص. انا همي قد المقطع وفين اللي مكفيني. ثم انت فين من ساعه ما كلمتك وانت كنت استعنتنا؟ ما انت من ساعه ما رميت لي وانت مطفي دماغك. خلاص يا بنت خلاص يا بنت يا كوري عيب استهدي. خدي لك بقي شاي وهدي اعصابك كده. هو ما تكلميش خالك بالشكل ده راجل محترم بردك وكبيركم. هعمل ايه يا بنت الناس؟ انا اللي فيا مكفيني في هم فوق دماغي. اروح ادور عليها ربنا اللي عطرنا بيها في الدنيا قبل الجنه. سلام. ربنا ذهب الجبل. كوريا مفتاح المحل يا بنت الحلال وكل عيش. سيبك وهي في معية الله فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين. اكل عيش ايه ومحل ايه اللي افتحه بس؟ اجد عندي فرقبتي ده اللي بيبقى عايش مع حيوان لو حصل له حاجه بيزعل عليه. انت مهما كان خالتي برضه عندها حق يا ولاد. الله ما هو اللي عايش اهو عايش بياكل وبيشرب وينام واللي ميت اهو بندفنه ونزعل عليه شويه ونقول خلاص الحي ابقى من الميت. لكن اللي تايه عقله بقى ده نعمل له ايه يعني؟ نحزن عليه ولا نعمل فيه ايه؟ والوليه غلبانه يا ناس عقلها مش فيها ما بتعرفش السما من العمى خالص. ايه يا كوريا سمعتهم يا اختي بيقولوا في الميكروفون ان خالتك تاهت. لما تعتري عليها ما تبقيش تحبسيها وتسيبيها تعيط ورا الباب لحسن والله قلبي بيتقطع عليها. مش بنت من هنا غوري من هنا احسن وتربت امي افرج عليك امي تلاقيها. الله هو انا غلطانه يعني اني بقولك يا رب تلاقيها؟ دي سندس دي ليها الجنه هي مخها طق من شويه. شوف خلاص خد يا حبيبي. على النبي على النبي على النبي.